فتحت إذن البوابات على بركة الله، اندفاعة موفقة وسريعة وآمنة بمشيئة الله لهذه الأفراس، أفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها، متنافسة على كأس الأمير بدر بن عبد العزيز. الاندفاع متابعين الكرام تبدأ في هذه الصورة مع روغا من المسار الداخلي في مالاتين من المسار الخارجي في المركز الثاني، وأيضا الحضور من شجوة في المركز الثالث، وأيضا الصورة الكاملة هناك حتم في المركز الرابع. الصورة البانورامية الكبيرة والمثيرة لهذه الأفراس المنتجة محليا عمر الأربع سنوات فأكثر، منافسة كبيرة منتظرة مسافة 1800 متر، المنعطف الأول لهذه الأسماء، المنعطف الأول لهذه المنافسة. الاندفاع لا زالت مع روغا ابنة علم تقود هذه الأسماء. متابعين الكرام هناك من المسار الخارجي شجوة ابنة إسكلير فيما قربة تقترب من المسار الداخلي في المركز الثالث، وأيضا حتم من المسار الخارجي فيما هنا الاندفاع تأتي للإسطبل الأبيض. هناك مذوقة تأتي في اندفاعات قوية، ربما مذوقة تأتي، مذوقة روغا تقود هذا الشوط قربا من المسار الداخلي. منافسة كبيرة ما بين قربة من المسار الداخلي وروغا من المسار الخارجي. قربة تقترب، قربة تقترب لتحقيق الانتصار، بينما تعود روغا، تعود منافسة استثنائية، منافسة كبيرة. إذا روغا على خط النهاية، ثنائية الأبيض في هذا الكرنفال الملكي الكبير، ثنائية الإسطبل الكبير في هذه الليلة البيضاء الخالصة، الليلة الملكية الكبيرة. الأبيض الكبير دائما ما يقول كلمة